هل فكرت يا عبد الله في أول ليلة في القبر كيف تعيشها؟ هذه الليلة بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء ورثى فيها الشعراء وصنفت فيها المصنفات، وهي أول ليلة في القبر، والله سوف تعيش هذه الليلة. الآن نحن نسمع عن هذه الليلة وعندنا علم يقين، ولكن سوف تراها بعين اليقين. يقول الحسن رحمه الله: ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيتها مع أهل القبور، وليلة صبيحتها يوم القيامة. فكيف يكون حالي وحالك في هذه الليلة؟ هذه الليلة يا جماعة أبكت عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العابد في يوم من الأيام، اشتكى إلى أحد أصحابه قال: لم أنم البارحة أرقا أي سهران. قال: لم رحمك الله؟ قال: تفكرت في القبر وساكنيه، ثم بكى بكاء طويلا وقال: كيف لو رأيتني في القبر بعد 3 أيام. فايز الحربي رجل داعية في إحدى القرى في قرية صغيرة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، داعية أنشأ حلقات قرآن في هذه القرية، أنشأ مجالس ذكر، استقام عليه فلان وفلان وفلان. يوم من الأيام كان في الطريق ومع زوجته وابنائه، تأملوا في هذه القصة يا جماعة، هو ماشي كأنه لقى في شيء على الشارع كان يأذي الناس. فنزل فايز، وكان يوم الاثنين وكان صايم، هذا اليوم ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. نزل بيشيل هذا الشيء، شاله وتصدر سيارة ويموت. تخيلوا جماعة قدام أهله صار هذا الموقف. مات فايز، مات وهو داعية، مات وهو أنشأ حلقات، مات واستقام عليه ناس، مات يوم الاثنين، مات وهو صايم. الشاهد رأوا فيه رؤيا في المنام، والرؤى لا يأخذ فيها حكم شرعي، ولكن قد تكون هذه من المبشرات، لأن الله يقول على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. قال العلماء أن البشرى هي الرؤى الصالحة. فرأوا فيه أهل رؤية في المنام: ها يا فايز وصار معك. وهو سوى كذا كأنه كان في هم، ثم فرج الله عنه، قال: بشركم وضعي طيب، لكن قولوا لجماعتي وقولوا للناس وقولوا للشباب، قولوا للناس إن الحساب دقيق، قولوا للناس إن الحساب دقيق. والله يا جماعة إن الحساب دقيق، والله سوف نسأل عن كل كبيرة وصغيرة. فوربك لنسألنهم أجمعين. عن إيش؟ عما كانوا يعملون. تسأل عن كل شيء عملته، تسأل عن كل موسيقى وضعتها في جوالك، تسأل عن كل مقطع رأيته في اليوتيوب، تسأل عن كل نظرة نظرتها إلى الحرام، كم كحلت عينك الحرام. ربي الآن يعلم، وما على ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين. عينك الآن تنظر إلى شخص، بعضهم ينظر نظرة إعجاب إلى المردان، والله لتحاسب على هذه النظرات، ولكن بعضهم ينظر وتأمل في خلق السماوات والأرض، والله أنك تؤجر يوم القيامة. فعلينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الحساب دقيق أحبتي في الله، وأن ربي سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل ووضع الكتاب: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا يا ويلتنا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فربي ما يضربك، فالله اللي عملته اليوم وأمس ومن 7 سنوات تجده يوم القيامة في كتاب لا يظلم ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. كم فعلنا من المعاصي نسيناها ولم نتب منها، ولكن اعلم أنها قد كتبت عليك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذه الدنيا سحارة، لا تغرك هذه الدنيا. في يوم من الأيام أتى زين العابدين إلى مقبرة وتأمل في أحوال أهل القبور، ثم أنشد هذه الأبيات، تأملوا يا جماعة. قال زين العابدين: تقاسم الأهل مالي بعد أن صرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدني، وحكمته في الأموال والسكن، وصيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي حلا لهم بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، الراح منها بغير القطن والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. خذ القناعة وتأمل في من مضى، تأمل أين فرعون، أين هامان، أين قارون، أين القذافي، أين هؤلاء الطغاة، من أهلكهم، من أخذ بهم؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا قوم، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فلا عز إلا في الطاعة، وإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن يا أخي الكريم، تأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، وتأمل في جوده، مهما عملت مهما سويت تأمل يا جماعة في رحمته. قل يا عبادي، قل يا عبادي